السنة الثالثة من التعليم الابتدائي، الدرس السابع الزوايا. هذا عندنا في الصفحة 35. الصفحة 35 هي اللي عندنا الحصة الثالثة. السؤال الثالث، أرتب الزوايا من الأصغر إلى الأكبر. نلاحظ عندي هنا مجموعة من الزوايا، منها الزاوية B، لاحظ هذه تسمى زاوية حادة لأنها أصغر من 90 درجة. زاوية A هذه تسمى زاوية منفرجة أكبر من 90 درجة. زاوية C زاوية حادة أصغر من 90 درجة. وأخيرا عندي الزاوية D، هذه زاوية قائمة لأنها قياسها 90 درجة. نرتب هذه الزوايا من الأصغر إلى الأكبر. إذن عندي جزء ديال الزوايا حادة B و C. إذن الزاوية الأصغر هي الزاوية B، نكتب ثم تليها الزاوية C و تليها الزاوية D، لأن الزاوية D قياسها 90 درجة، ثم الزاوية A، لأن الزاوية A هي زاوية منفرجة قياسها أكبر من 90 درجة. السؤال الرابع، ألاحظ الزاويتين ملونتين وألون باللون نفسه كل زاوية مساوية لكل منهما. عندي جوج ديال الزوايا، كاين واحد زاوية ملونة هنا باللون الأخضر وأخرى باللون الأحمر. إذن نشوف الزاوية المساوية لها، عندي هذه الزاوية هذه تساوي ولونها باللون الأخضر، وأيضا هذه الزاوية باللون الأحمر، عندي الزاوية هذه مساوية لها، ثم هذه الزاوية أيضا مساوية لها. التمرين الخامس، ألون بالجزء بالأخضر الجزء الذي لا يمكن للطفل أن يراه من النقطة الحمراء خلف الحاجز الأزرق كما في المثال. هذه هي النقطة الحمراء، هذا هو الحاجز، الحاجز هنا عندنا بالأزرق. إذا نرسم أولا خطوط بواسطة المسطرة من النقطة الحمراء على هذا الشكل، ثم خط ثاني، نعم، ثم ألاحظ الآن الجزء الذي لا يمكن أن يراه الطفل، هو هذا الجزء الذي يوجد خلف الحاجز، ألونه بالأخضر، نعم. الرسم الشكل الثاني أيضا، أرسم خطوط. إذا الجزء الذي لا يمكن أن يراه هو هذا الجزء هذا، لونه بالأخضر، نعم، ثم أيضا هذا الشكل، أرسم خطوط، من بعدها أحدد ولون الجزء بالأخضر، الجزء الذي لا يمكن أن يراه الطفل، نعم. التمرين السادس، سيزيام كاسيون، جوبسيرف لي زونغل اي جو كومبليت لو تابلو. جوبسيرف ألاحظ الزوايا اي جو كومبليت وأكمل الجدول لو تابلو. عندي لاحظ أنجل أوبتيس هي زاوية منفرجة قياسها أكبر من 90 درجة. أنجل 3
قياسها 90 درجة، نقيسها بواسطة المزوال. أنجل إيغو تكون أقل من 90 درجة. إذن عندي هاد الجدول نكملوه. أنجل إيغو معنى زاوية حادة. إذن عندي رقم 2 زاوية حادة، عندي 4 أيضا زاوية حادة، و6 أيضا زاوية حادة. أنجل دخوا زاوية قائمة، 1 رقم 1 والرقم 7. إذا نكتب 7. أنجل أوبتيس زاوية منفرجة. إذا عندي رقم 3 والرقم 5. نعم، وهكذا نكون قد أتينا على نهاية الصفحة 35. شكرا، ولا تنسوا الدعم.